طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا كل الاخبار والكواليس الخاصه بالفريق النهارده عقب استئناف التدريبات والاستعداد لاف سي مصر. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا. اهلا بيك يا كريم، جديد عندك ايه بخصوص المباراه النهارده؟ كالعاده امير دون راحه طبعا النادي الاهلي طبقا للمناظره لضيق الوقت الكبير وشهر يمكن يناير مليء بالمباريات كلها مباريات متتاليه سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه، يعني 7 مباريات امير في هذا الشهر. النادي الاهلي يمكن الحمد لله بيبدا زي ما انت قلت الهدف هو جمع نقاط مع الحاله اللي احنا فيها ومع الاصابات ومع الضغط الكبير جدا اللي بيمر بيه النادي الاهلي. الاداء اكيد مطلوب لكن في ظل هذه الظروف بيكون هدف الجهاز الفني اولا هي حصد النقاط، ثم بعد كده بتكون الامور الفنيه، بيكون في بعض التعديلات اكيد زي ما شفنا امبارح في بعض المراكز بيغير فيها بعض اللاعبين، ده نظرا للحاله اللي متواجد فيها اللاعبين. احنا بنخسر الشحات وخسرنا يمكن رمضان واجاي، فكانت الظروف صعبه شويه بالنسبه لهذه المباراه، لكن خلاص المباراه انتهت وده اللي اكد عليه الكابتن سعد الرحيل، قال المباراه انتهت تماما على المستوى الاداري في تجهيز لمباراتين وهي مباراه نادي مصر اولا ثم مباراه بلاتينيوم والسفر، وزي ما انت ذكرت طبعا كل الترتيبات ان شاء الله تكون ميسره لفريق النادي الاهلي، لان الرحله ان شاء الله تكون يعني صعبه شويه طبعا مع نظرا لبعض المسافه، لكن النادي الاهلي باذن الله يكون في الميعاد في هذه المباراه. لكن الاولويه امير انت عارف في مباراه نادي مصر اللي اكيد بيعمل هو طبعا ترتيبه رقم 12، لكن النادي الاهلي كل مباراه بيكون فيها هدف واحد وهو الفوز. ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات والاداء ان شاء الله، حصد النقاط ده هيكون امر مهم جدا ان يتفرغ النادي الاهلي بقى باذن الله للبطوله الافريقيه، اكيد الحلم الكبير لكل الجماهير. النهارده اطمنك على الثلاثي اجاي وشحات واكرامي في البدايه، طبعا اكرامي النهارده شارك بكل قوه وعد من جديد، يعني كانت الام بسيطه جدا في عضله السمان، النهارده ظهر بشكل طيب جدا. الشحات هو الوحيد اللي مش شفناهوش النهارده في التدريبات الجماعيه، لكن باكد لك ان شاء الله غدا في تدريب غدا هيكون معقد صلاه الجمعه ان شاء الله الساعه 1 الظهر هيكون متواجد حسين الشحات. اجاي النهارده شارك بكل قوه بيعلن جاهزيته ان شاء الله لهذه المباراه القادمه وهي مباراه نادي مصر. محمود الوحيد لسه كمان يعني ممكن يشارك غدا، خلاص يعني ده الاول الرباعي باذن الله يكون متواجد في تدريبات الغد ويوم السبت. بجانب بدايه النهارده يمكن كان في ريكفري لكل اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاخيره وتدريب خاص للمجموعه اللي ما شاركتش خلال المباراه، تدريبات بدنيه، تدريبات شفت في نهايه التدريبات، وممكن كان في صالح جمعه زي طبعا ويمكن الناس ممكن تقول ان صالح جمعه ما ظهرش بالتدريب النهارده، بناكد معلومه طبعا يعني صالح جمعه النهارده كان متواجد صباحا وغادر لان كان عنده امتحان، حابين طبعا احنا نوضح هذا الامر كويس مهم قوي عشان انت عارف الكلام بيبقى كتير قوي في موضوع صالح ده. بالتاكيد يعني طبعا احنا بنبقى متواجدين في التدريبات بنحاول ان احنا نشوف المعلومات كلها عشان ما يبقاش في اي امور خاصه او اي اخبار تعوق لعيبه النادي الاهلي عن مرحله الانتصارات وسلسله الانتصارات. صالح جمعه النهارده كان عنده امتحان، كان متواجد صباحا وشارك في جزء بسيط جدا جدا من التدريب، غدا ان شاء الله يكون متواجد. يعني الامور الحمد لله امير كلها ماشيه بشكل طيب، تدريبات الحراس مصطفى شوبير وعلي لطفي النهارده كانوا بيقدموا تدريبات قويه، غدا التدريب 1 ظهرا ثم بعد غدا ان شاء الله يكون 4 عصرا ومنها المعسكر المغلق. يعني ان شاء الله ربنا يكون يعني اللعيبه تحافظ على نفسها بس شويه بالنسبه للاصابات، لان مش عايزين نخسر اي لعيبه في المباراه القادمه او مباراه بطل زيمبابوي ان شاء الله بدأت. بالنسبه لرمضان صبحي تطورات الحاله بالنسبه له ايه يا كريم؟ يمكن رمضان اكيد فيه يعني اهتمام كبير جدا وفي متابعه مستمره من الدكتور خالد محمود، رمضان يمكن هيعمل اشعه ان شاء الله خلال الايام القادمه، بيشوفوا طبعا يعني مدى التئام الناس اللي كان في العضله الامور بالنسبه له ماشيه ازاي، هو ماشي في البرنامج بشكل طيب، بيأدي تدريبات بيأدي جلسات في الجيم الخاص بيه للنادي الاهلي، لكن لسه شويه امين طبعا انت عارف رمضان ومزق الخلفيه ومزق من الدرجه الثانيه كمان فصعب شويه، لكن ان شاء الله تدريجيا ان شاء الله رمضان يعود من جديد للمشاركه مع فريق النادي الاهلي في بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. ان شاء الله باذن الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي.